كان ذاك اللي يقول ايش يبغون منك البطايق؟ ايش يبغون منك العزل؟ البكاء. طيب ما حددوا. لا اللي شغل الشل اللي شغل الشله انا كريزمو هذا في الاوردر ايش كاتبين؟ شعور حزن ولا شعور فرح؟ عندي ارور شفت الكمبيوتر ذاك اللي تعطيه كم امر كذا بعدين يهنك بالضبط. ايوه هذا انت هنكت وقتها. كلنا واحد كلنا هنكتوا. ايش فيه؟ ايش صح؟ حتى مناحي دخلنا اودع فلاح شيله ارحب ارحب يا مناحي وانا اودع فلاح والله ارحب مناحي يا مناحي ارحب. شفتك وحسيت فيك صراحه. طيب انت توجه رسالتك لمين الحين؟ اللي طلع سيف الاكلبي. لا انت لا في موقف خل سيف اصبر شوي. للي ماسك سيف انتظر. انت نرجع الموقف فلاح ومناحي. انت توجه رسالتك انه لا تعيدون ذاك لمين؟ اللي شغل انا كريزمو. طيب يعني من الاخير يا فيصل ممكن يجيك واحد يقول لك يا حبيبي طيب متسابق يعني اعلنوا انه بيرجع القناه ايش تبغاني اشغل؟ أعلنوا لازم اشغل وقت. لا اعلنوا تو وصل هو. لا اعلن هو جاي ينتظر. لا هو جاي يبغى يودع مناحي فجاه لخمونا بدخوله. الحين حنودع ولا نبكي ولا نضحك ولا نفرح ولا نحب ولا يعني انت تشوف دخول مناحي اوكي كويس بس خطا في وقته توقيته خطا. ايه ولا انت تبغى مناحي؟ كلنا نبغى من اللي ما يبغى مناحي. كلكم تبغون مناحي صح؟ فيصل كلنا كلكم تبغون مناحي. انت تبغى مناحي. انت تبغى مناحي. انا ابغى مناحي وانت تبغى مناحي. مناحي مناحي من اللي ما يبغاه. اذا كان فيه حلو مناحي. مناحي اذا كان فيه حسنه قدمها ابو سلطان للقناه او للواقع بشكل عام. مناحي ومناحي. سمعت الكلام قبل كذا انت؟ لا ولا جبت من راسك؟ اقولها صدق. اذا كان في حسنه قدمها هو حسناته واجد ابو بس كان لنا يا اخويا. ممكن ما تحرك يدك بس هذه لا تحرك، حرك الثاني. الشيء اللي قدمه ابو سلطان لنا متسابقين مناحي بيض الوجه. طيب ولو رجع فيك الوقت بتستقبل مناحي؟ تعال كيفك؟ ذا لعبه اي بايش؟ مطبخ ذا بايش؟ لا اقول لك الحين اذا رجع الوقت بايش؟ لو رجع الوقت فيك بتستقبل مناحي؟ انا استقبلت ورحبت له. انت ايش قاعد تاكل؟ فلفل ولا عزيزي المشاهد اللي حصل قبل شوي هو مشهد تمثيلي نصيحه نوجهها لك. انتبه من فلفل حار يا كم ناس اكلوا فلفل حار وصلوا للدرجه دي من الهفهفه يا هفهف عشان يبرد على عمره. عشان كذا لا تكابر على عمرك وتاكل فلفل حار. لا طيب عزيزي المشاهد ننتقل انا وياك الى طبخه عبد الله الحربي ونايف ثامر. لما اقول لك متسابق متفاني في العمل تعال